القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أية مثل، السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس رقم 418 من دروس التفسير. السقي ميرد ربي أنفذو ثصورة تجديد، نبدأ مع صورة جديدة وهي صورة السجدة. يثمثن هذه الصورة صورة مكية، بمعنى نزلت قبل الهجرة، وذكرنا الفارق. مدينة مكية ماشي المعنى يستنزلد ذي مكة. المعيار القوي هو الهجرة. القرآن يدين زلن قبل أذي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سمك المدينة، اسمس القرآن المكي. القرآن الذي تنزل قبل الهجرة النبوية يسمى القرآن المكي. القرآن الذي تنزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة يعتبر قرآنا مدنيا. أين ينزل القرآن بعد الهجرة النبوية؟ اسمس القرآن المدني. أم كل يوم يسعى الخصائص لكاركتيرستيك. القرآن المكي يركز في أصول التوحيد، أصول الدين، ربي ونور يسعى الشريك لا تقدر كيف يركز الإيمان بالملائكة، الإيمان الأنبياء، الأنبياء الإيمان الكتب السماوية، الإيمان الآخر إلى آخره، الاهتمام بالفضائل ونبذ الرذائل. هذيك السنة كل عوايد الجاهلية باش هذو العوايد تجديدين شرعيث وكذا. وجي قرآن مكي. القرآن المدني يهتم بالتشريع، يعني أين يعني الليجيسلاسيون للوا القوانين اللي أنت. القرآن المدني أشين مثلا ربينا في سورة البقرة الآية 282، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، توثيق الديون، أكن خدم لي نوتير، الإشهاد، الشهود، الرهينة، الرهن، تجارة، في قدقية كل سنة تدي الله يجي أميت السلام الآية 282 من سورة البقرة، الآية 237، الآية 231، أين يعنان العلاقة يرقص مطوث باش يصير الفاطل يرسن، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، في سورة النساء الآية 21، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، سورة الروم الآية 21، ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلى آخره. من بعد الآية 275 من سورة البقرة، فين يعني البيع والشراء، الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع والشراء زنزاك تبغيض، أكن تبغيض عن طريق المقايضة، افكاس الزيت اكدي افكاس سمر اكي قانص المقايضة، سلعة بسلعة، نغل مضاربة، شتاضي ذري من واذي سعى لو سافوار يسعى ثموسن في تجارة ذي لازم في الانفستيسمون، يلا شو تساضي ذري من نسان يسعى ثموسن خدمة العقد يسمي عقد القراض ماشي القرض، القراض نعقد المضاربة، عقود المرابحة، الشركات ثورة من قار ايرل صار ياك في قادك ياك كشمت قيود بوال يسميس البيع، يعني كل العقود. والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، الأصل في المعاملات الحل أو الجواز. وفي سورة المائدة الآية الأولى ربي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لي كونترا لي زونجاجمون لي ياك ياك لي زونجاجمون، أما في الكرام البيع والشراء كلش
يد العقود ولا هذا في القرآن مدني في قذاك في قذاك نزلت بالمدينة المنورة وسي لوجيكا ذي البداية إلى الأمر الإيمان لا فوا لي فالور لي برانسيب الأخلاق والقيم وإلى آخره 13 سنة أم بعد ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن المدني لي لوا لونكادرمون المجتمع أما ذي السوق ذي التجارة العلاقات الجيران البيع والشراء يتواشولت إلى آخره الآيات تصيد ينزلان صافي سورة السجدة أن ذات سورة مكية يعني ذي مكة قبل الهجرة إذ نزل ما عدا ثلث آيات ما عدا ثلث آيات سنذكرها في حينها ثلاث آيات إذن هي سورة مكية عدد كلمات عدد آياتها 30 آية 30 آية عدد الآيات عدد الكلمات شحال يمسلين ليمون الكلمات 330 كلمة عدد الحروف 1599 حرفا 1599 حرفا وعيد عدد الآيات لفيرسي إقلان 30 شحال الألفاظ من الكلمات 330 شحال الحروف 1599 حرفا ثورة أنفذ التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذا نغند الحروف الني في فواتح الصور يسميس الحروف المقطعة لا الحروف المقطعة إلا عند أحادية إيون الحرف مثلا نون والقلم وما يسطر نون إيون الحرف سورة قاف قاف إيون إلا أنت الصور عند السين الحروف ثنائية طاء ها سين يا سين سين إلى وندى ثلاثة أمثاقي سورة سجدة سجدة ألف لام ميم ألف لام ميم ثلاثة يعني ده سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثلاثة إلى وندى أربعة ألف لام ميم را ذا شو السورة الرعد الرعد شفتوا عليها إلى خماسية عندها خمسة الحروف الجواب مريم كاف ها يا عين صاد إذن الحروف شو معناها واش فهمتم الحروف هذا ماذا فهمتم ماذا فهمنا هذه المسألة عالجناها بالتفصيل فيما سبق فلا نعيد التفاصيل ند الحروف هذه نشرح تنتدي الدروس النعدان لأنه قال العلماء دينان الله أدرى بمرادها الله أعلم الحروف ضرب بك زرع هو ماشي وكل غشة زرنا شو ديننا ربين العلوم ماشي هذا دي صورة فصيلة دي قر سنريهم آياتنا هناك آيات تعرف عليها الناس الآن في 1444 في 2020 وكان آيات متى تفهم في 1960 القدام كاين آيات تفهم بعد 15 قرن من الآن أبريكان سياكل هذا سنريهم آياتنا خط القرآن معجز معجزة خالدة إترنال سنريهم آياتنا في الآفاق خطر الشمس للنيفال ماشي لين يسهل وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سورة فصلت الآية 53 تنزيل الكتاب لا ريب فيه الكتاب إذا جاءت كلمة الكتاب على الإطلاق معناها القرآن
الكتاب من ربي. الكتاب معنى القرآن. إما إلا سمحت لي أن سمسلي في أمر لغوي مع اللغويين النحويين. إذا ذكر الكتاب واش مقصود هنا؟ يلا يا الأساتذة باش تبدأوها بداية هايلة. سيبويه، شكرا. سيبويه ذا حد البوال لا ريفيرونس في اللغة العربية. سيبويه تنزيل الكتاب لا ريب فيه. منين؟ من رب العالمين، من رب العالمين. إذن هذا القرآن نزل من عند رب العالمين. يكفى وال قارس قبالي في الدزفرز دايم. القرآن ينزل في ربي سبحانه جل جلاله. المعنى يسمى شي ذنفي في دينان يسمى تعرف تغيس سفغي في دخاطي يزرى مشي السمان وين يسمى يسلم الشاعر يعني ذم ذياز وسيقار الكاهن كل شو سينا وياك ذيرا والياك كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أم يقولون افتراه. هذا دائما تقديم الإلحاد الذي انتشرت موجته جدا في هذا الزمان. موجة الإلحاد لا مود قديمة أو قديمة مش جديدة. ربي يهديهم ويهدينا كاع خطر نتمنى الهداية للجميع ماشي غير لينا احنا ربي ثبتنا وهم ربي يهديهم ويهدينا. ربي قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اذا ربي هو اللي يهدي انت غدي هدون. كذلك كنتم من قبل باش واحد ما يزمش يعني لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن من بكري أم يقولون افتراه سقرنا ذنسا يفيد ينان يسيد فيثيد ينثيد يند بعد ناس ضربه ديف كان الزيوة ولاقي ولكن ننتي ضربة يحكى فيد. بل هو الحق يكفاو ربي بل الإضراب يعني يند ذي الحق. القرآن كي تيدت ذي الحق ضربي يفيد ينزلن نتشكي دقارن المشركين ناند يروال ورسعي الساس ورسعي ثيذت. بل هو الحق من ربك ذيهن أي الولاد من رب العالمين ذاكي ناس من ربك يخدم سفوذ إن في صلاة يسلم باش يصمد يثبت إلاس. بل هو الحق من ربك ضربي ثيذيف كان إنششت نشرض يكو إثخلقيف إثخلقيف. سورة الأنبياء الآية 700 الأولى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذاكي لتنذر قوما ربي نسي تنذر قوما القوم جي ما أتاهم من نذير. الأمة العربية سعر علم وسنديش قال الرسول قبل وكذا مزور كذا قالوا من قبلك ولاش أصل مثلا بني إسرائيل شحال الأنبياء يسعون شحال فريقا غانتن فريقا يكذبون فريقا ولكن والعرب اختاره النبي الله عز وجل باش يكون عربيا يعرفونه يعرفون أخلاقه يعرفون سيرته يعرفون نسبه يعرفون خصاله وكان يلقب بالصادق الأمين منهم منهم يعرفونه لم يأتي هكذا من عالم الملائكة من عالم آخر دولي السنم. من بعد سيدي ربي إن لعلهم يهتدون أهث المشركين إني وقذني يخدم من شريك يا ربي ويعبد الزرو كل شو يعبد اللات والعزى وقوبل هوبل برونشين كون ده برونشين خطر قبل نزول النبوات عادي أن يشرك الناس عادي قبل دسن اللي ميساجي اللي بروفيت وميقار استقبالي ثقورات إمولهن انتلسا إمولهن انتلسا عادي كل ينذي عبدين يبغى يسعى
حرية مطلقة. ولكن مدوسن ذاين أدقارن لكن ملان ربي ون، وهو الأصل الأصيل الجامع بين جميع الأنبياء. الدليل في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربي يون ربي شو دينا؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، كين بينهما؟ وسيأتي البيان في آية أخرى مزيدا من البيان يضاف إلى البيان الذي ورد في دروس سابقة. في ستة أيام أو ست أيام، وتكررت هذه الآية في سورة قاف أيضا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قالوا كان اللي قالوا ربي خلق السماوات والأرض في ست أيام من بعد عيا إذ يستعفى يعيا يستعفى يرتاح لست أيام جور اليوم السابع. ماشي احنا اللي قلنا هذا، الزريعة الأخرين ربي رد عليهم قال: وما مسنا من لغوب ما تعبنا لكي نستريح. ها هو ربي، ماشي احنا يا احنا تخدم شوية وتعيا ست سوايع ديجا خلاص. هو ربي عيب واحد يقول ربي يعيا، شني هذا؟ هو ربي رجع ليها باش يقوي الإيمان تاعنا. قال وما تلقي في سورة قاف سنشرحها في وقتها: وما مسنا من لغوب، مفهوم؟ خطر ربي بأمر منه. في سورة ياسين الآية 82 ربي قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن ربي قال لك ست أيام، إسكو ست أيام هي هذه الأيام تاعنا؟ نقول الجمعة السبت الحد الاثنين ثلاثة نهار عنده 24 ساعة. لا ندري في تفاصيل، خايف يروح الوقت ما نشرحهاش اليوم، نخليوها في فرصة أخرى كي نوصلوا لسورة قاف نفصلوا هذا الموضوع. المهم ربي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إما سي دي زيتاب مراحل، إما أيام ليست كأيامنا، ماشي كأيامنا، احنا عندنا لا ريفيرونس الروبير 24 ساعة، لا 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 ست أيام. هذه من الأمور التي علامة استفهام تستحق البحث والنظر. بارمي تمثال إقلا قال لغن أسخذ من المخنسن باش أهث ضوضن غرفيتس. بعد ربي هناك ثم استوى على العرش، أيضا استوى على العرش. أشرنا إلى هذه المعاني في سورة البقرة الآية 255 قبل 20 سنة شرحناه كيف استوى. استوى لا يهمنا الكيف، ربي استوى. كي تسمعوا الآيات، الآيات المهمة بالتشبيه، ربي يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال نسيد يا ربي يا درام كي تسوى خدمت يد الله فوق أيديهم أفوس ربي حذر دمكتظ أفوسيك نافوس بايضة ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك، فهو خلاف ذلك. اكس لزيماجاكي يد الله فوق أيديهم فإنك بأعيننا. الرحمن على العرش استوى، وفي الحديث النبوي ربي سبحانه ينزل في ثلث الآخر من الليل كيف ينزل؟ جاء أمر ربك يعني كيف جاء الكيف ما نسألوش. وانتم عارفين في موضوع العقيدة هناك يعني أهل السنة والحمد لله ربي يرحمهم أعطونا الحل وقال لك هذه يا إما نخليوها للتفويض نفوض علمها لربي، غير ربي هو اللي على باله احنا ما نعرفوش التفويض، يا إما التأويل. التأويل أيضا يجوز عند أهل السنة والجماعة، التأويل معناه يد الله فوق أيديهم معناه
قدرة الله قوة الله ونكون قصد قبالي نفس ربي يوعر نفس ربي يتنوض نقرا ولاقي فإنك بأعيننا احنا كي تقول واحد عس حاجة تقول شوف ها مش معنى هذا معنى عينك عليه معنى ما تغفلش رد بالك إذن فإنك معنى رعاية الله فاصبر لحكم ربك في فإنك بأعيننا معنى الله يرعاك بحسن رعايته إذن هذا التأويل يجوز عادي ولكن الأخرين لا لا كان اللي يعطلوا تعطيل وهذا باطل وكان اللي تجسيم هذا أيضا باطل وكان طريق السلامة إذ قبل قرنا كيو يا رب القفرين السلامة وثكين دما ثم استوى على العرش الإمام مالك الله يرضى عليه سئل كيف استوى ربك الرحمن على العرش استوى ضغدقي ثم استوى على العرش كيف هل طريق السلاكة أما كنت كسين كوني ذك فوتين أو كرسين آمش أين ياس الاستواء معلوم والكيف مجهول وستقسيثار لامانيير الكيف لا لا ما تسقسوش خطر ما تعرفوش وما نعرفوش أما الاستواء معلوم على لأنه أخبر استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ إن لأن الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون نقطة نشرح هذا الكلام نشرح ونطوله ولكن لفصل تمثال إلا وفريد السلامة ورثكين دماء خلاص ثم استوى على العرش الله استوى على العرش كما أراد ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع يعني يا الناس لو كان يخليكم ربي ما بقى لكم ولو الله يرحم ابن عطاء الله قالك من وجد الله فماذا فقد وين يفن ربي غير ثماس ولاش ذا شو سيروحا وين ننسى على ربي ذا شو سيقران ايه ربيها قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ورسام الولي الولي يكون ينصرن ورسام الشافي عايش في عندي ون أفلا تتذكرون دقستد أو قد يغفلن أو قد يعرقوا فريد أو قد يخسر الراي دقستد أفلا تتذكرون والسلام عليكم 4 آيات كافية إن شاء الله.